تتعدد المناسبات وتتنوع الاحتفالات، لكن توثيقها من خلال الرسم واحدة من الآليات الضامنة لحماية الموروث على اختلافه من النسيان. بالنسبة للرسم هو موهبة منذ الصغر، نحب كل مرحلة نفوت بها نأرخها بصورة ولا رسمة تبقى كتاريخ. لذا أمام الأحداث التاريخية نظن أنه لازم تؤرخ في رسمة أو في صورة. الرسم بالألوان الزيتية واحدة من الفنون الثمينة التي لها إبداعات شبانية بولاية ميلا، من خلال التركيبة الفنية التي رسمت بدار الثقافة مبارك الميلي وفتح المجال للهواة والمحترفين. في اللوحة تاعو بيانتو راح يعكس الثقافة تاعو، راح يعكس المبادئ تاعو، راح يعكس معتقداته، ومنه نظن باللي الفنان راح يعكس الواقع تاعو ويمثل جزء كبير من الشخصية الوطنية في اللوحة تاعو عن طريق الرسم. تدخل بصفة نقول بصفة جزئية وبصفة عامة في تكوين الذاكرة، في تأريخ لهذه الذاكرة. تشكل الثقافات المتنوعة فواصل بين الأمم، والرسم إحدى تلك الفواصل للتأريخ لواقع أحداثه ستكون مستقبلا نقطة من مسيرة للمؤرخين والفنانين والشعراء باعتبارهم شهود العصر.